لماذا نخاف الله؟ أليس الله هو المتصرف في الكون؟ جاءكم الحر قبل أيام، كم وصلت الحرارة؟ أقصى ما وصلت. يقدر رب العزة والجلال يجعلها 70 و80 و100 و150 و1000، يقدر ولا ما يقدر؟ كيف لا تخافون من الله أن يسلط عليكم الحر؟ وقد سلطه على قوم شعيب فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إيش عذاب يوم الظلة؟ جاءهم حر شديد، ثم أرسل الله لهم سحابة فاجتمعوا عندها يبحثون عن الظل، فأرسل الله عليهم الصيحة فماتوا في مقام واحد. هل أنتم بمأمن أن يسلط الله عليكم مثل هذا العذاب؟ ايش تقولون؟ هل أنت بمأمن أن تكون مثل هؤلاء المرضى الذين في المستشفى يحركون أعينهم ولا يستطيعون أن يحركوا أبدانهم؟ يرسل لك ميكروب ما يشاف إلا بالتلسكوب الدقيق ويشل أعضاءك كلها في لحظة، يطيحك معدرجة المسجد ويجيك شلل رباعي، يعجز سبحانه وتعالى؟ والله لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير. كيف لا نخاف من الله ونحن نعلم أننا سنقف بين يديه عما قريب، وسيسألنا عن أعمالنا قليلها وكثيرها، ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يستطيع واحد منكم يجلس في الشمس عقب صلاة الظهر ساعة؟ الشمس هل بعيدة وين؟ فكيف تنأى بنفسك عن الجلوس في الشمس ولا تنأى بنفسك عن دخول نار جهنم؟ خف من الله أن يدخلك في نار جهنم، خف من الله أن يدخلك في نار جهنم بفعلك. مقام الخوف مقام عظيم، فيه أجر كبير. كيف لا تخاف من الله وهو يراقبك؟ تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.